دونك مرحبا بكم الكل من جديد، ومرحبا بك نادر. انتم تفرجوا توا على الحوار اللي باش ننظموا برا الامان مع نادر حداد اللي هو خبير اقتصادي تونسي حاليا ما بين بعض العواصم او المدن الاوروبيه، وان شاء الله على قريب في اماكن اخرى وان شاء الله ديما متالق. نادر نادر، قبل كل شيء نشكرك على خاطر الوقت اللي عديناه مع بعضنا هالشهر الاخر، قعدنا نحكيو على في مناسبات عديده على التدين والديت تراب، فخ الدين في تونس، على كيفاش نتصرفوا باش نخرجوا من امباس تاع دين، كيفاش نجموا نتناقشوا ونتفاوضوا مع المدينين تاع الدوله ومختلف مع مختلف المدينين حسب انواع الدين. صحيح اللي هو في كفكره اولى دايوغ هذا هو التيتر نتاع ليفينمون، انه ديك نسمعوا الدين العمومي نشوفوا في بالنا كان حاجة مقدسة اللي ما فماش خيار آخر غير أنه يتم خلاصها، نبجلوها على كل شيء في الميزانية، نبجلوا أصلاً طريقة التخميم متاعنا كمواطنين وكبلاد وكحكومة في أنه لازم نجيبوا دوفيز باش نخلصوا بها ديون لازمها تخلص مهما كان. No more questions et surtout pas شنو قاعدين نعملوا بهم ديون، شنو تأثيرهم علينا. هذا ماهوش باش يكون بالضبط الموضوع نتاعنا، ولكن اليوم احنا في تونس عندنا الاشكاليه الكبيره نتاع المديونيه. التساؤل اللي باش نسالوه اليوم ماهوش هو كيفاش نجموا نحسنوا توظيف الديون، بل اذا كان نهار ما عادش نخلصوا كيفاش نجموا نصرفوا، كيفاش نجموا نعملوا استراتيجيه باش نتخلفوا على الخلاص تاع الدين. أنا هو دين المدين اللي ما نخلصوهش الأولاني كان نجمو نختار. اسكو هل يجوز أو لا يجوز أنه نتسألوا السؤال هذا أصلا؟ هل ثم تجارب قبل صارت في أنه بلدان قررت بطريقة إرادية أو غير إرادية أنها ما عادش تخلص الدين؟ وكيفاش تصرفت؟ وناهي أحسن بلدان تصرفت في الحالات كيف من هذه؟ نعرف اللي نجم اللي تبعوا في شأن المالي والاقتصادي في لي مارشي فينانسي انترناسيونال، وحسب البوبليكاسيون اللي انت بارتاجيتها نادر كو نوز افون ريبريز، انه التأمين على خطر التخلف على الدين والا لاسيورونس سور لو ريسك دو ديفو والا كريديت ديفولت سوابس نتاع تونس، صحيح نقص الايامات الاخرى، هذا يدل انه المستثمرين على السوق الماليه يعتبروا انه الريسك هذا ينقص، دونك تونس عندها اقل ريسك باش تطيح. هل هذا مبني على حاجات تصحت او على انتباع او على فلوس تثبت؟ صار مش واضح ليه، ولكن جو من الاشياء اللي نجموا نبداو بهم مع بعضنا ونجموا بهم نغوصوا في الموضوع هذا. فانكور اون فوا ندير شكرا. و البارح انت صرحت الديفو ماهوش باش يصير سنة، هل 24 من بعد مازال الكونستا هذا فالابل؟ وندخل من بعد في مختلف الاستراتيجيات اللي نجموا نتفخاهم تخلي نتخلفوا على الدين. مشكور محمد على الدعوة، وشكرا للمستمعات والمستمعين. ما نجموش نحكيو على تخلف على سد الدين وما نذكروش 1881 اللي هو الحدث اللي ساق تونس الى الاستعمار او الى الحمايه مثل ما يعني كل واحد وكيفاش تعريفه للي صار. بالنسبه للبلدان اللي صارت لها نفس الازمه في تونس للحظه هذيا ما تخلفتش على سداد الدين، صارت في مراحل اخرى من تاريخ تونس، ولكن بالمعنى يعني بالمعنى متاع اليوم عن ديفو دو بيمون ما صارتش، وهذا يرجع لعدة أسباب، لأنه تونس ما كانتش تخرج برشا للسوق المالية العالمية وما كانتش تدين بديون من عند المستثمرين الخواص. بالنسبة ناخذوا احنا زوز أمثلة ولا ثلاثة أمثلة، ناخذوا مثال الأرجنتين اللي تخلفت عدة مرات على سداد الدين الخارجي. والأرجنتين من يعني من الأشياء المضحكة إنه
هناك بعض من الدائنين منعوها باش تخلص الدائنين الاخرين بنسبه يعني نسبه كبيره، وهذا يرجع لرفع دعاوي ضد الارجنتين في الولايات المتحده الامريكيه لتطبيق مبدا باري باسو، يعني اي مبدا التكافؤ بين الدائنين، يعني ما تنجمش تخلص دائنين وما تخلص دائنين اخرين، لانه السوق الماليه العالميه هي بعيده على السياسه، يعني الاقتراض يكون مبني على خاصه الربحيه، مبني على القواعد الماليه والمتعارف عليها في الاسواق. نشوفوا اللي نفس البلاد الارجنتين، يعني ولو حتى هي خلصت بعض الديون ولكن قعدت في نفس المشاكل، لانه ما كانش هناك اصلاحات كبرى، ما فماش اصلاحات كبرى، ولم يعتمد الايركات. بالنسبه لمثال اخر، مثال اليونان، وخلافا لما يروج، يعني حتى في تونس فما ناس تغلط وتقارن تونس باليونان، احنا بعاد على النموذج اليوناني كل البعد. اليونان في نموذجها الاقتصادي ما تشبهش بلادنا في حد شيء، واليونان لم تتخلف إلى حد هذه اللحظة على سداد الدين السيادي، ولكن اليونان وقفوا لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتمت عملية الإركات، أي أنه الدائنين تنازلوا على جزء كبير من الأموال اللي قدموها لليونان في فترة من الفترات بنسبة كبيرة، نسبة وصلت ل 75%، واليوم تتداول ديون اليونان والوخروا في اجال الدفع الى حتى عام 2060، هذا يعني كانت سابقه، مع انه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي خلصوا ليزانتيغي نتاع اليونان، وهذا اكبر عمليه انقاذ صارت في التاريخ الانساني المعاصر، هي عمليه انقاذ جد كبرى تقريبا 400 مليار يورو، لانه كان هناك يعني كان فما خيار، يا اما سيتم إخراج اليونان من الاتحاد الأوروبي، من منطقة اليورو، أو أن تتخلف اليونان على سد الدين، لأنه ثم حاجة تكون أبيل دبل إكسبوجر، يعني هناك انكشاف على العملة وهناك انكشاف على الدائنين، والدائنين هم بنوك أوروبية كبرى على غرار دوتشا بانك، اللي لليوم يعني هناك ضرر كبير لدوتشا بانك، لذلك قرروا السياسيين، وده بالطبيعة عندما نتكلم على الدين السيادي هي تكون من الأول عملية تقنية، ولكن في الأخير تنتهي بقرار سياسي على غرار لبنان. نحب نذكر مثال لبنان اللي يتداول في السنوات الأخيرة، والناس هناك من يشبه، وأنا كنت من أولهم اللي يشبه أنه الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس تشبه لبنان. أول شيء، لبنان يشبه تونس في برشا حاجات، منهم نمط الحياة، اللبنانيين تقريبا نفس الشيء، هناك 3 رئاسات، للأسف أنه لبنان بلد مقسم، يعني هناك رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، وهذا ما أحدث يعني أحدث أزمة مالية، لأنه البنك المركزي كان وحده يعمل فيما يسمى بالهندسات المالية. ونحب أن نفسر اللي حدث في لبنان، اللي صار في لبنان اللي بعد الحرب الأهلية في لبنان، البنك المركزي يعني بقيادة محافظ البنك المركزي اللي هو مترأس البنك المركزي على تقريب 33 سنة، وهو يعني أقدم محافظ بنك مركزي في العالم اليوم، عمل شيء اللي هو الهندسات المالية، يعني أنه رفع في كلفة أو يعني اعطى ديزانتيغي ريمونيراسيون على الديبو بصفه كبيره برشا، واحدث ما يسمى بالبونزي سكيم، يعني انه يعني المودعين في البنوك ياخذوا فوائد اب فرونت من الاول على الودائع اللي بالدولار، وهذا ما احدث طفره كبيره وتخمه في المعروض من الدولار في البنك المركزي اللبناني، رغم انه لبنان حقيقه لا ينتج في شيء، ولكن عنده اللبنانيين اللي يعيشوا في دول الخليج خاصة وفي دول أمريكا اللاتينية، هذوما كانوا يعني ما يستثمروش، لأنه عوائد الديبو هذه كانت جد عالية، ما فما حتى مشروع يربح في 20% في العام. أسهل حاجة إنه تمشي تعمل إيداع في البنك
في اي مبلغ بالدولار وتاخذ اب فرونت 20% سنويا، وهذا كان امر جد مربح الى حد انه هناك كان خلل في الماليه العموميه في لبنان، وهذا يرجع لعده اعتبارات من اعتبارات سياسيه لا علينا في ذكرها. لذلك صارت ازمه سياسيه في لبنان، وتم بالفعل يعني تنصيب تكنوقراط رئيس حكومه في 3 اشهر. وفما يوم فما العديد من الروايات تحكي انه هناك اشخاص نافذين هم اللي دفعوا لبنان الى التخلف على سداد الدين الخارجي، لانه هي في الاخر عمليه سياسيه ماهيش تقنيه. الاسباب والتداعيات هي تداعيات تقنيه واسباب كذلك تقنيه، ولكن الحدث بيدو هو حدث سياسي، لانه في حاله في هذه الحاله يلزم انه الرئيس الدوله او رئيس الحكومه يعلن يعني صراحه على تخلف على سداد الدين السيادي، عكس اللي صار في الاتحاد الاوروبي بالنسبه لليونان. ذكر ساركوزي قال اوروبا تتعهد بسداد ديونها الخارجيه. بالنسبه لتونس احنا هناك من يروج لفكره انه تو سمول تو فيل، يعني انه تونس الدين صغير، اصدقاء تونس ما يخليوهاش يعني انه تتخلف على سداد الدين. التخلف على سداد الدين عنده تداعيات ما شفناهمش الكل، لانه هو امر هو حدث يعني هو حدث كبير، يعني هو مش شركه تتخلف على سداد الدين، هو دوله، وهذا بطبيعه يضر بسمعه الدوله، ولكن كذلك يستطيع يجب يكون هو مرحله بناء جديده ومرحله اصلاح. فما شكون يرى اللي الدين مش كبير، يعني الدين اليوم 40 مليار دولار، هذايا ماهيش حاجه يعني كبيره باش الدوله من يعني هي مش متخلصش في النهايه، ستعيد هيكله ديونها. انا مع اعاده هيكله الديون، ولكن اعاده هيكله الديون يشترط اولا بالتخلف على سداد الدين. يلزم انه الدوله تعرب على نيتها صراحه انها ماهيش باش ما عندهاش القدره انه باش تخلص، وتبدأ في المفاوضات. والمفاوضات هذه هي مفاوضات جد معقدة، وما نتصورش احنا اليوم في تونس اللي فما الإرادة السياسية للذهاب في المنحة هذه، لأنه شفنا احنا استرجاع الأموال المنهوبة في يعني في الفترات الحكم السابقة تعطلت، وكانت عملية يعني جد مكلفة بالنسبة للدولة، ويمكن يظل يصرفوا عليها قد الفلوس اللي دخلوهم. لذلك أنا نعتقد أنه يلزم أن يكون هناك توجه سياسي في إعادة هيكلة الديون. احنا اليوم نعرف من هم الدائنين لتونس، اللي هما يعني بطبيعة شركات تحوط، وشركات يعني شركات تحوط هيدج فاند، وبنوك استثمارية خاصة على غرار بلاك روك. لذلك نعتقد انه اليوم وخرنا في الحدث، ولكن يعني هذه ال 500 مليون من عند الولايات المتحده الامريكيه هي وخرت في الحدث، ولكن ما الغتوش تماما، لانه هناك مازال فما خطر. هذايا العام منعنا، اما العام الجاي ما نعرفش شنو باش يعملوا، لانه السنه القادمه هناك كذلك عدة سندات يجب أن تدفع. والموقف السياسي في تونس غير واضح إلى حد هذه اللحظة. تفضل. فادي حبيت جست نتفاعل معك النقطة هذه فيما يخص الاستراتيجية نتاع انه نناقشوا ونحضروا استراتيجية نتاع التخلف على الدين. قلت انت اذا كان سنه ابريوري خرجنا من المأزق، ولكن ثم نفس السؤال باش يطرح العام الجاي. ف كان اليوم كل شوز ايتون ايغال باغ ايغ، تونس تقرر باش تعمل ديفو، حسب رايك بشنو يلزمها تبدا؟ على نيفو انترن و نيفو اكسترن؟ هو بصراحة هو حدث التخلف على سداد الدين الخارجي وحدث جلل، يعني هو حدث يعني مؤسف، لأنه هو الإعلان الضمني والإعلان الصريح أنه هناك فشل في السياسات المالية، وهناك خلل كبير. لأنه لليوم فما احنا نسمع في السياسيين ونسمع في
نسمع حتى في الوزراء الماليه اللي يتعاقبوا على الوزارات وعلى السلطه في تونس، اللي تحس انه فماش مشكل. يعني انا نحس ساعات يحكيوا على بلاد اخرى، يعني هناك فرق وهناك تباين بين احنا اللي ما يعني ما نعتقده هما. فهمت ساعات نقول عندهم معطيات اخرى، لكن للاسف كي نتكلموا مع الزملاء او الاصدقاء ان كانوا في البنك، يعني في البنك المركزي او خبراء في وزاره الماليه، هم يعني حتى ارائهم تتطابق مع ارائنا اللي احنا الناس متابعين. وما نعتبرش روحي انا عندي معرفه اكثر من غيري، ولكن كل مره نسمع اللي فلوس توجه للاستثمارات، هذايا ما تمش، ويظهر لي حان الوقت لصدمة كبرى. هو الحدث هذا هو يشكل صدمة كبرى في السوق المالية الداخلية وكذلك في الخارج، ومن وقتها يبدأ يعني يبدأ الإصلاح. شفنا أن الحكومات متشبثة بالحكم أكثر من الإصلاح، لذلك أنا نعتقد أنه الحالة اللي هي عليه البلاد هي تساعد برشا أطراف. ما نحبش نخوض في السياسة، لأنه للأسف فما تداخل بين الاقتصاد والسياسة، وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه، اللي نشوفوا فيه اللي إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أي قرار سياسي لتغيير النمط الاقتصادي. هناك من ينادي ببيع الشركات العمومية، وهذا أمر غير مقبول، ونراه هذا حاجة يعني خطر كبير على البلاد. يعني هي بلاد في حالة إفلاس، وفي حالة يعني في الشركات العموميه في حاله وهن، ما بش يعني باش يبيعوا بارخص الاسهم اللي هو خسر فيها أكثر من اللي تربح فيها. اي هذا هو. ومع هذا التدين ل يعني دفع او لسداد الديون الاخرى، انا هذا راه شيء لا يليق لا يليق بدوله، يعني بلاد كما تونس عاشت ثوره، والثورات يعني ما يتغيرش نظام الحكم برك، في الثورات تغير يلزم منهجية الدولة، وتتغير زادة النمط والنموذج الاقتصادي، لأن النموذج الحالي له نموذج رأس مالي وله نموذج يعني اشتراكي. احنا يبغيد بين كل شيء وناخذوا من حتى شيء، وما نعرفوش يعني حتى المستثمرين كي تسألهم في تونس، ولا حتى اللي يخدموا في القطاع البنكي، النموذج التونسي غير معروف. هو يعني عبارة على، وحكيوا عليه العديد من الأصدقاء، هناك حتى جمعيات تنشط في يعني في المسعى هذا. يعني هو اقتصاد مبني على التراخيص، ومبني على يعني الفائدة للناس بالقانون، وهذا بطبيعة أمر يعني لحد هذايا لحد اللحظة هذايا ما يليقش ببلاد عاشت ثورة تنتظر في تغيير وتنتظر في تقسيم عادل للثروات. سوبوزون اذا كان انت يعني جيت باش تنصح الحكومه التونسيه في حاله التخلف بتاع الدين، كيفاش تنصحها؟ نعرفوا انه الدين متكون من ديزون تخوا غراند كاتيجوري، اللي هما الدين الخارجي بطبيعه اللي نحكي عليه، اللي هما الاولانيه البيلاتيرال ما بين الدول، الملتيلاتيرال مع المؤسسات، والدين اللي ناخذوه من ميرسي بوكو. فمن هذوما الثلاثة حسب رأيك كان هو يلزمنا، إذا كان ما هو تعرف في الدولة لازم ديما تكون عندك ان بلان بي، ان بلان سي، ان بلان دي. إذا كان عندنا ان بلان الترناتيف باش أنه نتخلفوا على تسديد الديون، باش كون نبداو؟ هو وزارة المالية هي تعرف أكثر، لأنه فما كذلك الدين الداخلي، الدولة نفسها مديونة إلى البنوك الخاصة في تونس، لأنه فما سندات تصدرها الدولة يعني تريزور بوبليك، وهذايا يعني فما دليل الدولة تطلب فلوس للدينار التونسي من هذه البنوك. نعتقد أنه في المرحلة هذه الفكرة مش باهية، التخلف على سداد الدين في المارشي اوبليغاتير، يعني في السوق السندات، لأنه هذايا باش يحدث صدمة جد كبيرة، وسينهي وسيقتل ثقة يعني المستثمرين والشركاء والأصدقاء الأجانب في تونس، وهذا باش يأثر
يعني باش يأثر على الدولة التونسية، لأنه اليوم حتى في إعادة هيكلة الديون، أي من أسأل سؤال شفته في التعليق، حتى في إعادة هيكلة الديون ما فماش مشروع. يعني ما تنجمش تمشي اليوم إلى مستثمر تقول له أنا نحب نهيكل ديون، إيه كيفاش تحب تهيكل؟ الماتوريتي باش تقعد هي بيدها، باش تطول لي زانتيغي على أنا مشروع. إذا أنت تحب يعني تعمل إعادة هيكلة، أيمن سأل سؤال صحيح في المدة الأخرى، وسمعنا اللي بيطلب من السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، طلب من الاتحاد الأوروبي أن ديون تونس تتحول إلى استثمارات، يعني أنه هذه الديون في عقود تونس باش ترجعها الاتحاد الأوروبي تمشي تستثمرها. هذا هو المعنى، يعني المعنى الصحيح يعني يعني تقصد نادر انه تونس هي يلزمها توفر ليكيفالون نتاع الديون نتاعها اوبري دو الاتحاد الاوروبي، وتستثمرهم في مشاريع اللي وافق عليهم الاتحاد الاوروبي في حال الاتحاد الاوروبي قبل باش يتم تعويضهم الى ديون. بالطبيعة، لأنه هو الكونفرسيون، والا اسكو هما كونفرسيون اما سيد قيس سعيد طلب حاجتين، في حاجة اللي هي إعادة هيكلة، وهي ما تمش هذايا بطلب سيادي من رئيس الدولة، يعني يطلب صراحة هذايا أمر تقني يعني موكول لوزارة المالية والتقنيين، ولكن طلب شيء انه تحويل الديون الاستثمارات، وهذا طبعا شيء امر محمود ان تم بالفعل، لانه الديون هذه اذا باش ترجع باش تخرج من الميزانيه، ولكن الدوله تقول لي انا لا ما نرجعلكش الدين، ولكن انا باش نستثمرهم لتحسين الاقتصاد. شفنا انه هناك العديد من الانتقادات، يعني حتى في غير اللهجه الشركاء المعتادين تونس، إن كان صندوق النقد الدولي ولا حتى وكالات التصنيف الائتماني، اليوم ما فماش نمو للأسف في تونس. يعني ما يجمش المستثمر يعزف على باش يعطي، يعني باش يسلف تونس فلوس وقت اللي يشوف اللي التو دانتيغي أعلى برشا من الكويسونس. ليش اسمع فيه؟ حبيت نشارك معكم مع المتفرجين الشيما هذايا اللي فيه في مرحلة أولى لدات ريبارتي حسب لو تو دو نوتر دات اكستيريور حسب طبيعة الدات، دونك دو كو ان بو موان دو لا موتيي ملتيلاترال، ثلث مارشي فينانسي انترناسيونو، اي 15% اونيكمون بري بيلاتيرو. كي نشوفوا الديتاي نادر تجي تشوف تلقى لا كومبوزيسيون سويفونت اللي هما مهيمن عليها بالطبيعه لي مارشي فينانسيي ولي ملتي لاتيرو، البنك الدولي لاعاده البناء والتنميه، الباد اللي هي البنك الافريقي للتنميه، لي مارشي فينانسيي باليورو بالدينار او بالدولار سامحني، ومن بعد بشويه بشويه يصغروا لي بار. كي تشوف هاد لي بروبورسيون هذوما، اذا كان اون كومونس بار اكسكلور لان ابخي لوتر، كان نبداو بال لي مارشي فينانسي، في غالب الاحيان يقولوا وقلنا في نقاشات سابقه مع بعضنا انه هذا من اصعب الاشياء، ولهذا ثم لي فون فوتور، يعني الشركات اللي يجيو يشريو من بعد السندات نتاع الدول اللي تخلفت على الديون نتاعها ويجبروها باش تبيع كل شيء حتى تبيع العبيد نتاعها كان لازم. لي مارشي فينانسي صعاب، علاش؟ اكل ماما دوله تخلفت على لي مارشي فينانسي يدخلوا لها لي فون فوتور اللي هما يمثلوا في بالنسبه للعديد من المراقبين ومن الجمعيات خطر كبير برشا. شكرا محمد على السؤال. هو فما تفصيل نسيت ما حكيتوش، لانه سوق السندات هو سوق في ظاهره ساهل ولكن هو جد معقد. كما قلت لك، نرجع للمثال الارجنتين وقت خلفت على سبب الدين، الهيتش فاند او شركه التحوط اللي هي بانك اللي سلفت الارجنتين
عملت عقلة على قطعة حربية من الأرجنتين في إفريقيا، وهذايا بطبيعة عنده تداعيات خايبة. احنا شفنا توا لبنان قريب ندخلوا في عام ونص بعد التخلف على سداد الدين، وشفنا انهيار العملة اللبنانية. يعني كانت الدولار الأمريكي كان 1500 ليرة، اليوم 15000 ليرة وشيء مازال قدام. نسبة التضخم جد كبرى، انقطاع الدولة على توريد المحروقات، يعني العباد ما عندهمش في يصبوا الاسانس ما عادش والدويات. شفنا البنك المركزي اللبناني اليوم خذا موقف، قال انا ما نجيبش الدويات المدعمة للبلاد، وبعد انا شيء هذا نتحاسب عليه. لذلك تداعيات التخلف على الدين السيادي في الاسواق الماليه العالميه عنده تداعيات جد كبرى وتداعيات خايبه. يعني اذا توصل البلاد فعلا ما تخلصش يعني ما تخلصش الدائنين، ما تخلصش ليزوبليغاسيون في الماتوريتي، هذايا عنده عواقب جد وخيمه. هناك عده عقوبات تسلط على البلاد هذيا، وعلى شفنا يعني قاعدين نشوف واحنا في المأساة في لبنان. يعني النزول إلى، يعني هي أسوأ أزمة يعني صارت في التاريخ المعاصر. يعني بلاد كان يعمل في كروسانس 5 و 6% يلقى روحه اليوم في يعني ولكن الكومبوزيشن بتاع الدين، تركيبة الدين الخارجي على الأقل أو الدين بالعملة الصعبة اللبناني وتركيبة الدين الداخلي، الدين التونسي عموما، الدين العمومي التونسي، يعني مختلفة بعض الشيء. وزيد على ذلك إنه لبنان من 1993 ما قامتش بالتصويت على قانون خط الميزانية، لو دو كلوتشر دو بيدجي، اللي بها صفحة حساباتها يعني تسكر الاكزرسيس نتاعها. ف سكي ني با الكا في تونس، يعني اخر واحده هي في 2018 و اوني دون اون ريغولاريتي كازيمون او نورم انترناسيونال نتاع او موان دو زون ابخي لا كلوتور دو ليكزرسيس هاكا نعديوها الوقت كلوتور، سكي ني با توجور لو كا. ف الى اي مدى لبنان فزاعه؟ إلى أي مدى لبنان est un exemple بالأخص avec toutes ces différences؟ هو للأسف اللي صار في لبنان عملية الهندسات المالية، يعني الاقتصاد ما يخلقش فعلا في الثورة، ولكن في عفوا في الثروة، ولكن هناك يعني عمليات يعني بتوياج فينانسيه، يعني للأسف عملوا يعني عملوا من يسميوه هما الهندسات المالية هذه اللي هزت البلاد إلى حافة، يعني حافة الهاوية. بالنسبة للوضع في تونس هو مختلف شوية، لأن تونس عندها أصدقاء. اليوم ما تمش رفض إقراض تونس على غرار اللي صار في لبنان، وهذا يرجع بالطبيعة إلى عدة عوامل. مثال نذكره منها شوية، إنه وزير المالية اللبناني وقت اللي التجأ إلى بلدان الخليج تم رفض، يعني رفض قطعي باش يسلفوا لبنان، لانه وزير الماليه كان شيعي ومحسوب على حزب الله. لهذا السبب، لانه المنحه يعني الحياه السياسيه تفرض روحها في الازمات، وقاعدين نشوفوا انه حتى في تونس للاسف ما فماش برنامج، ما يعني ما فماش برنامج. حتى شفنا صندوق النقد الدولي قال انا ما عادش نحب برامج، انا نحب السير في الاصلاحات، ونحب نشوفوا الاصلاحات ومن بعد نجموا نكملوا المفاوضات. بالنسبه للريبارتيسيون هذوما نتاع الديت اكستيريور نتاع تونس، بطبيعه تونس اعتمدت على اصدقاء في لي بري ميتيلاتيرو وبيلاتيرو، ولكن يعني احنا مانيش من عوايدنا الخروج لسوق الماليه العالميه، هذا اكثر شفناه بعد الثوره. ولكن للاسف كل عام نشوفوا انه هناك تنزيل ترقيم السيادي لتونس، هذا يرجع انه لعدم الاستقرار الحكومي، هناك خلافات كبيره في تونس، ما فماش برامج، ما فماش الوحده حتى على البرنامج. اليوم هناك من ينادي ببيع المؤسسات العمومية، وفما العكس هناك من ينادي أنه الاحتفاظ
للمؤسسات العموميه، وانا رايي حسب رايي هو الاصلاح المؤسسات العموميه، ومش معقول انه الدوله تبيع هذا الارث، لانه هذا يرجع ملك للملك للدوله وملك للشعب في النهايه. بالنسبه لموضوع كذلك شفنا البيرد والفمي كما انت حاطط الاتحاد الاوروبي، هو هذا الكل الديون هذه، لانه كانت سمعه تونس في العالم، وكان جوست بور بريسيزي نادر، هذوما لي بري اللي خذيتهم تونس في 2019، فقط سنة 2019، يعني سي با لو ستوك توتال، كونتخيرمون الفوق سي لو ستوك توتال. اوكي. عندي فكرة، على عندي دي دوني اخرين، مع فما حتى الفواتير كذلك، الفواتير التي تتحول للديون، ان كانت التوريد الطاقي لانه احنا عندنا عجز طاقي كبير وغيره، وكذلك توريد الادويه، يعني كل هذايا يقعد بالنسبه لتونس ديون. انا ما نعتقدش ان مشكله تونس هي ديون برك، ولكن للاسف ديما في الاقتصاد فما كما قلت لك محمد اللي فما تقاطع مع السياسه. اليوم المستثمر الخارجي ما يراش اللي فما مشروع في تونس، يرى انه فما خلاف كبير برشا بين الفرقاء السياسيين، رغم اللي كلهم يحكموا، لانه ما فماش الوحده على رؤيه معينه، وذا بطبيعه يعمل مشاكل هذه، ويخلي حتى مجلس النواب، شفنا توقعات يعني مجلس النواب، وهذا شيء مؤسف يعني وشيء مخجل، توقعوا انه برميل النفط في حدود 45 دولار، وشفنا انه البريل طلع وفات حاجز 70 دولار، هذا كله سيكون بطبيعة ديون، يعني تونس باش تداين لتغطية هذا العجز، وهذا شيء مؤسف. علاش هذا فيها جانب من الاستهتار من السلطات، ان كانت سلطه تشريعيه او تنفيذيه. يعني للاسف التوقعات هذه ماهيش مبنيه على اسس علميه، ومش مبنيه حتى على تفكير لنص ساعه، ما نتوقعش اللي يخموا فيه نص ساعه، لانه بالعقل وده ما تسحقش دكتوراه في الاقتصاد، يعرفوا اللي في فتح الاقتصاد والتوصل إلى التلاقيح مستحيل يقعد العالم مسكر، وكثرة الطلب على النفط ترجع النفط إلى سعره الأصلي وسعره القديم قبل أزمة كورونا، اللي شفناه إنه التوقعات هي يعني بعيدة كل البعد على الواقع، وهي ما خموش فيها، أنا يقول لي ما خموش فيها حتى نص ساعة، وبطبيعة على التوقعات هذه اللي غالطة، وإيكار كبير برشا، نحكي وإحنا على فارق 25 دولار في البرميل، هذا يعني فارق كبير برشا، يعني مش 5 دولار، وسنسيبيليتي في السنسيبيليتي نتاع لي برودوي سوجاسون في المارشي فينونسيي تتحسب على دولار، احنا 25 دولار يعني طاروا هذيكم في السنة، بالطبيعة هذا باش يأثر على الموازنة العامة، وباش يأثر على الدين العمومي، ونقعد كل عام التوقعات في شيرة والواقع في شيرة، ما نعرفش شنو الأسس اللي يبنيوا بهم التوقعات هذه، إن كانت على أسس علمية، خاطر فما يعني، والناس كل يعرفوا اللي عاملين اقتصاد، اللي فما دي سيمولاسيون افير، فما لي سيمولاسيون مونتي كارلو، فما العديد من الطرق، اما زاد لو بون سونس انه كي عالم كامل باش يخرج من الكونفينمون تاع كورونا، بالطبيعة الدوموند تكبر على البترول جوستومون محمد، حتى بون سونس ولا هكا اون بتيت ريفليكسيون هكا، يعني الواحد يقعد يخمم نص ساعة ما كانتش فما، تحس اللي معزولين على العالم، لاهين في التشابك وال ال 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 يعني ال هذه الخصومات في المجلس، وما نتصورش حتى يقراوا في الصحف في العالم باش يشوفوا انه الطلب على النفط قاعد يطلع تدريجيا، والطلب على النفط قد ما يطلع الطلب قد ما يغلى السعر. لا. إذا كان سامحني أنا نحب نرجع للنقطة نتاع الديفو، على علاش، على خاطر ديما تقعد هي ك ك ك
في بعض الأحيان كفزاعة، في بعض الأحيان كأسطورة، ولا في بعض الأحيان كتجربة يعني تعيشها بعض البلدان. كي نجيبو نقارنو في الوضع نتاع تونس حاليا ونقارنو بالسياسة اللي موجودة في في فنزويلا ولا موجودة في لبنان، avec les comptes qui n'étaient pas des comptes bien tenus, qui étaient clairement, يعني le gouvernement de Salem et le gouvernement central de la Banque du Liban مطلوب قضائيا في اوروبا ماهوش، ولانه جوستومون قام بالشيما دو بونزي اللي انت البيراميد دو بونزي اللي انت حكيت عليها من بكري. اذا كان نطرح السؤال بطريقه اخرى، مش كان سوغي تي بلوز انتيريسون لتونس وللتوانسه انه اون ديكلار اون سورت دو ديفو في 2011 في عوض ما نقعد نستناو انه نكملوا لي ريزيرف اون ديفيز نتاعنا، انه نطيحوا من قيمه الدينار نتاعنا، نطلعوا الانفلاسيون، نصعبوا العيشه على العباد الكل، و اون بير دي ديزاين دو ميليي دو في. وكيف ما انت قلت بكري، بتاتر العام الجاي باش نعتبر احنا في نفس الوضعيه نتاع لله يا محسنين، شكون ينجم يعاون؟ والاكيد اللي باش نطوروا احنا في نفس الوضعيه، لانه علاش؟ دونك انفيزاجي لا سويت، اون اوتر سويت. للاسف ما فماش اصلاحات حقيقيه، وما فماش حتى بوادر نتاع تغيير يعني النموذج الاقتصادي التونسي، ورغم اللي المجتمع المدني، رغم اللي العديد من الجمعيات اللي تنشط ضد النموذج الاقتصادي القديم. بالنسبه ل 2011 انا نذكر بعد يوم 14 جانفي وكالات التصنيف الائتماني خفضوا التصنيف الائتماني في تونس، لأنه كان ثم حالة عدم استقرار سياسي. للأسف وقتها كان من جدير كما قلت محمد أن تونس توقف الكونتور، لأنه الديون اللي ماخذينهم في العهد القديم، عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ما كناش نعرفه، ما فماش تخسابيليتي باش نعرفه وين مشاو. كان من الحري انه وقتها من الافضل والاحسن انه توقف تونس الكونتور، لانه كما قلت لك الديون هذيا ماهيش معروفه وين مشات ولشكون مشات وشنو المصاريف اللي صرفتها. لكن للاسف كان فما الانسياق وراء التداين، كان وراء لانه كان التصنيف احسن من توا، كان فما خروج الى سوق الماليه العالميه، وحتى شفنا انه حتى اعتمدوا السكوك، وتوجه سيلياس فخفاخ رئيس الحكومه الاسبق وقتها كان وزير الماليه الى صندوق النقد الدولي. كان من افضل انه الوضعيه كانت تسمح حتى على المستوى السياسي انه تونس توقف الكونتور وتوقف، وتقول هذا اليوم في اعاده يعني في حاله إعادة بناء اقتصاد جديد واقتصاد. ولكن كما قلت لك محمد، وكما الناس الكل تعرف، اللي السياسيين في العشر سنين الأخرانيين ما كانتش فما تصور، ما كانتش فما رؤية، وما كانتش عندهم يعني رؤية واضحة ويدافعوا عليها. كان كل إنسان يوصل إلى الحكم كان همه الوحيد أنه يتشبث بالكرسي هذاك. على ذلك ما كانش فما يعني قرار سياسي شجاع وقتها. وبالنسبة لتوا ما نتصورش انه عندنا نفس الريبوتاسيون، يعني تونس عندها نفس الريبوتاسيون في العالم اليوم، ولينا نشوفه يعني حتى في الصحف العالمية، في وسائل كباي وغيره من الصحف العالمية، هناك انتقاد جد كبير للفاينانشال تايمز والصحف اللي تحكي في الاقتصاد، هناك انتقاد كبير لأداء الحكومات تجاه الاقتصاد التونسي. اوكي توليو يحكيوا بلغه اوكي الثوره، والثوره الاقتصاديه وقتاش، والكروسانس ايكونوميك وقتاش، والتوزيع العادل الى الثروات وقتاش. هذا كله سؤال احنا نسالوا فيه عن سنوات، ولكن اليوم الصحافه العالميه وحتى المستثمرين، شفنا انه كما انت كنت تحكي السي دي اس ولا حتى الزد سبريد طلع الى درجات تاريخيه ما طلع لهمش حتى وقت الثوره، يعني وقت الثوره اعلى 480 نقطه اساس كان السي دي اس على الديون تونس الخارجيه. شفنا
اليوم في الخصومة السياسية وفي الخصومات السياسية وفي أزمة كورونا، يعني لا يزال هناك أزمة، هناك تراجع اقتصادي 8.8% تحت الصفر، يعني هذايا سابقة وهذايا ما صارتش في تاريخ تونس، وزيدها الخصومة السياسية اللي طلعت سي دي اس سبريد ل 1200 نقطة أساس تقريبا. كان ممكن حال نترجموه معناها الريسك بتاع انه تونس باش نسبة السداسة هو اللي كالكولي سور لا باز نتاع قداش ثم ريسك انه الفيدرالي الامريكي يعمل ديفو، دونك يتخلف على تسديد سندات بالدولار، فهذا يعتبر الى حد الان اكثر حاجه سور في العالم. دونك بيه سبريد نشوفوا قداش المسافه ما بين الريسك هذايا والريسك نتاع اشياء اخرى، شركات او بلدان. ودونك 1200 نقطه هي تقريبا 12%. هي 12%، وكما قالوا حاجه كبيره برشا. حاجه كبيره برشا كما قالوا من المتابعين والمحللين، وانا يعني نشكرهم. وحتى ولو فما اختلاف في راي الناس اللي تابعوا في الشان الاقتصادي، لكن هذه حاجه باهيه. اليوم فما فيلغاريزاسيون تاع الكولتور ايكونوميك، تونس ولا يفهم ولا يحكي على تي ام ام ولا في تاكسي، وهذا امر محمود. ولكن تقعد الماليه العموميه، تقعد الصندوق الاسود للاسف، يعني يلزم تكون اما تعمل في وزاره الماليه في الميزان الدفعات، في قسم ميزان الدفعات، او تكون عندك ناس تسالهم، او تكون خدمت مستشار في احدى المؤسسات مثل حتى البنك المركزي. حتى البنك المركزي يعني الديريكسيون اللي فيه بعاد على بعضهم، وما تنجمش تفهم البروسيس الكل، يعني يلزم اعوام طويله لتشعب الادارات في داخل البنك المركزي. اليوم نعتبر انه تونس اللي صار السنه هو فرصه للسياسيين، وفرصه لاصحاب القرار، وفرصه كذلك للتقنيين باش يعاودوا يخموا مره اخرى بعد يعني بعد 10 سنين. هناك يوم نشوفوا انه هناك فشل ذريع، بعد 10 سنين ثوره، مؤسف ومحبط انه نشوفوا اللي بدينا اليوم نعمل في اربيتراج اسكو باش نخلف على سد الدين. وكما قلنا انه دين تونس حتى شيء قدام ديون البلدان الاخرى، هو 40 مليار دولار، هو ليس بالمبلغ الكبير برشا. يعني انا حسب وحسب تصوري كان جاي هناك فما مشروع، والمشروع جدي ومشروع واقعي، نتصور انا يكون يعني ان كانوا اصدقاء، او يعني ان كانوا البلدان الاصدقاء ولا البلدان الاشقاء، يعاونوا تونس في الخروج من هذه الازمه نهائيا. ولكن ما فماش تصور للاسف، ما فماش سياسيين نعتبرهم ناس ما يحلموش، ما يخموش، ما يحبوش الاحسن للبلاد. كل ما يفكروا فيه هو البقاء الاكثر في السلطه. وباش نشوفوا نفس الشيء السنه القادمه ان شاء الله، ربي يحيينا الناس كل بخير، وحتى المستمعات والمستمعين باش نشوفوه، باش نعاودوا نحكيوا في نفس الموضوع هذايا. ويعني لانه ما فماش بوادر انه فما تغيير، ولا فما حتى مش تغيير، فما رغبه في التغيير. كلهم يعني ما تسمعش سياسيين يحكيوا على افكار، يحكي هذا عمل لي، هذاك قال لي، هذاك ضربني، هذاك يعني المستوى متدني، هذايا مؤسف. انا فما حاجه نحب نقولها، ساعات كي نحكي على ديون تونس السياديه يجوني دي كومنتير من عند اصدقاء ومتابعين يقولوا لي وشنو هو الكونتر بارتي، يعني اذا الولايات المتحده الامريكيه تقرض تونس او تعطي تونس هيبه، ولا او قطر او الامارات، شنو الكونتر بارتي؟ الكونتر بارتي هو عامه هو مكانتك بالنسبة للدولة هذيك. يعني الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ما تستناش أنه في تونس باش تخرجها من يعني من 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 أزمة التضخم في أمريكا، ولا ما تستناش منها أنه باش تخرج لها 10,000 عالم ذرة في العام. ولكن احنا لحسن حظنا لليوم عندنا مكانة باهية عند الدول، من حسن حظنا أن كذلك دبلوماسية تونسية، ولو نحكي على في عهد رئيس منصف المرزوقي،
ما خاضتش في النزاعات في الشرق الاوسط، لان هذه نزاعات بين اخوه، يعني ما تخليش بين الفر والعظم. يعني احنا اليوم اصدقاء مع الامارات واصدقاء مع قطر، رغم انه هناك خلاف، كان هناك خلاف كبير بيناتهم وكان سيؤدي الى نزاع مسلح في المنطقه. واليوم نشوفوا ان الامور تقريب رجعت، وهناك تغير في الجيوبوليتيك في منطقه الشرق الاوسط. ما نتصورش انه فما كونتر بارتي، يعني ما نتصورش انه يعني سلفه قطريه باش تجي تفرض على تونس، باش تقول لها والله ما نعرفش انا لازمك تدعم شق معين على شق معين. على الاقل في المستوى الرسمي هذايا ما يصيرش. هي مكانتك عند الدول، اليوم عندنا مكانه باهيه، وهذايا يظل لازم نستغلوها في الباهي. علاش ليه نجموا نلتجئوا الى الاتحاد الاوروبي كما عمل مع اليونان، وخروا في الماتوريتي، يعني وخروا في ليدات نتاع دفع الدين. تنجم تصير لنا اكومبانيومون مع الاتحاد الاوروبي باش يحكيوا مع يعني لي كريونسيي نتاع تونس. هذايا الاجدر، اعاده الهيكله هو حل كبير برشا، اذا بالطبيعه اذا هناك مشروع حقيقي ومشروع تتفق عليه الأطياف الكل. يعني مش اي يعني هذا سيت كو لو اف ام اي دوموندي في نوتامون في التقرير نتاعهم تاع فيفري 2021، انه العباد الكل تتفاهم. انا حبيت فقط جو ربوندي على النقطه اللي انت قلتها نادر فيما يخص دور السيكتور، فيما يخص دور الاتحاد الاوروبي مثلا، انه الى حد ما الاتحاد الاوروبي دافع على ليزانتيغي تاع الاتحاد الاوروبي، اللي حتى شفناه في النسخه النسخ المختلفه تاع التبادل، اتفاقيه التبادل الحر. ونحب نرجع زيد المساله اللي انت قاعد هنا تقول عليها، تبين في الوقت من جهه تقول باش نتعرضوا للمشكله نتاع لو ديفو دو بيمون سور لا ديت، ومن جهه اخرى ما يلزمناش نخوضوا فيها على خاطر نجموا تولي عندنا صوره خايبه. لهنا الصورة الخايبة حبيت نبارتاجي معاكم بس سيرفيسي دقيقة بركة، حبيت نبارتاجي معاكم الصورة هذه اللي هي من تقرير الـ FMI. إذا كان المفروض تشوفوا فيها هي الـ Debt Sustainability Analysis، عرفت سي بيان ساك فو فويي الهيت ماب. الإكران أكحل، أوكي. به، نادر، خويا، كي نشوفوا هل الكروات الأحمر هذوما يعني التحليل يقوم به مؤسسة النقد الدولي باش تشوف إلى أي درجة ثم ريسك على الدين نتاع بلد معين. في حالتنا هذا كله احمر، عمره ما كان احمر في تاريخ تونس بالدرجه هذه. عامل تالي في افريل كان فيه برشا اصفر وبرشا شويه اخضر وبرشا اصفر وانسر كاس حمراء من غير ما ندخل في التفاصيل، ولكن ليزانديكاتور لان اللي يجي يدخل ويقرا التقرير بتاع الاف ام اي يقول ما فيهاش كلام، تونس يحب لها معجزه باش تتجنب التخلف على تسديد الديون. رغم ذلك قاعدين جوسكا بريزون دون اون بوليتيك نتاع ليه هذه حاجه ساكري ما نحكيوش فيها، هذه حاجه ساكري ليش بلوتو ما نحكيوش فيها، هذه حاجه تنجم تضر. اسكو اون اي با اون تران دالي دون اون ديريكسيون اللي بها باش نتفاجئوا بالتخلف عن تسديد ديوننا في عوض ما نبداو نحذروا للتخلف عن تسديد ديوننا؟ بالعكس محمد، تعرف موقفي انا يعني بالعكس هي حاجه لازم تحكي فيها قبل حتى سنوات، حتى اذا تمنع تونس السنه يعني تخلص ديونها كل الخارجيه، يلزم تحكي فيه الموضوع هذا، لانه هناك الخطر حقيقي تاع التخلف على سبيل، خاصه انه ما فماش تغيير حقيقي في النموذج الاقتصادي. بما معنى اليوم تونس ما تجمش تزيد في الاداءات، تنجم تزيد في الضرائب، يعني هناك استحالة انه تزيد في الضرائب، هناك استحالة
في رفع التراخيص على القطاعات، لأنه اليوم الاقتصاد الداخلي اقتصاد مكبل، يعني حتى الناس اللي توجه إلى الاستثمار أو التصدير هناك عراقيل شبه خيالية، وهي وتحس اللي فما تعجيز، تحس يعني هناك إحساس، هذا إحساس عام اللي فما تعجيز. بالنسبة للحديث على التخلف على سداد الدين السيادي، أنا ما نحبش الناس تتفاجئ، بالعكس يلزم هذا الموضوع تحكي فيه أكثر وأكثر، وفي الآونة الأخيرة ولات يعني الناس ولات تحكي فيه أكثر، وكانت يعني كانت هناك حتى السيد وزير المالية علي الطالي يعني كذلك حكي فيه الموضوع هذايا. ما كانش تحكيه، كان سوجي تابو، لكن اليوم نشوفوا اللي فما الموضوع هذا يتحكي، على عكس مثلا لبنان. انا كنت ضيف في قناه اجنبيه، ولما حكينا على انه لبنان هذا سنه 2019 هناك احتمال انه تتخلف على سداد الدين، اللبنانيين تغشوا وقالوا لي كيفاش تقول هذا، وهذا امر مستحيل، والبنك المركزي عنده احتياطي ب 80 مليار، والبنك المركزي اليوم اللبناني رفض التحقيق الجنائي، ويبدو انه البنك المركزي اللبناني ما عندوش حتى يمكن 5 مليار، عنده الاصول والودائع لشركات اجنبيه، وهذا ما عندوش الحق بالقانون يمسهم. لذلك نعتقد بالعكس هذا لازم ينتقل الحديث من المجتمع المدني والمتابعين والناس اللي يهمهم الشأن العام في تونس والشأن الجمعياتي إلى يعني الشأن السياسي لأصحاب القرار، لأنه السيناريو هذا جد محتمل، اللي السيدي طاح ل 680 يقعد كيف كيف مرتفع. يعني احنا اليوم نفس الخطر مع تركيا، وتركيا عندها ديون جد كبرى، وهناك انزلاق جد كبير للليرة التركية الثلاثة سنوات الأخيرة. ويعني أنا نتصور أن السيناريو هذا تاع التخلف على سداد الدين السيادي في تونس تخي بلوزيبل في السنوات القادمة، ويلزم يتحكى فيه بدون أي يعني حرج، ويلزم رفع الحرج، ويلزم يتحكى في السيناريوهات، ويلزم كذلك تكون هناك خلية أزمة. أنا أعتقد مش أجانس بتاع يعني وكالة الديون، لأن هذا خطر كبير، وهذا يمس كذلك بالسيادة الوطنية، يعني هو نوع من أنواع الحماية المالية، وهذا تدخل تحكي يعني على النقاش الأخير اللي صار ما بين فرنسا وتونس فيما يخص مساندة فرنسية في إرساء وكالة للتصرف في الدين العمومي. هي الوكالة هذه موجودة في فرنسا، هي الوكالة هذه تابعة التريزور بوبليك، وكذلك في نفس لونيتي هذه موجودة في البنك دو فرانس. أنا في طبيعة عملي نعرفها الوكالة هذه، ديون فرنسا ما تشبهش ديون تونس. نشوفوا أنه البلدان الفرنكوفونية عامة مثل المغرب ومثل السنغال انساقت وراء هذه الوكالات. أنا نعتقد أنه هذه إدارة وبيروقراطية زايدة، لأنه في وزارة المالية هناك يعني فما من ديريكسيون، الدايركتور جينيرال أي فما ديريكسيون اللي هي القائمة على الدين الخارجي لتونس، وما نسحقوش لوكالة تصرف، لأنه لعدة اعتبارات وحتى لاعتبارات تقنية. هذا يا محمد هذا كله بيروقراطية زايدة، لأنه الحل عند ديما عند الفرنسيس هو إذا فما مشكل لازم تحدث إدارة، وتحدث إدارة جديدة وهي تتصرف، لكن احنا الإدارة هذه عندنا موجودة وهي تعمل مثل جميع الإدارات. بالنسبة للموضوع هذا بالعكس يجب الخوض فيه، وجي بي مورغان 2018 بدأت تحكي فيه، بدأت تحكي على احتمال تخلف تونس على سداد الدين الخارجي الدين السيادي. يعني ما نعتقدش ان اليوم هذا سوجي تابو، لا بالعكس، حاجه يلزم تحكي فيها، هذا حاجه يعني يلزم تحكي في جميع الاوساط، في الوسط السياسي وكذلك في الجمعيات، يلزم تصير برين ستورمينج وشنو الحل، لانه يلزم التخلف على الدين السيادي السيلكتيف ديفولت او ريستريكتيف ديفولت او ديفولت يعني ديفو ان فري ديفو يعني دو بيمون على جميع الديون، لازم يكون مبني على مشروع، لانه الدائنين مش يطالبوا وقتاش وكيفاش
وشنو المشروع نتاعك وشنو هما لي تو دانتيغي، هذايا الكل يظل من اليوم يلزم السياسيين واصحاب القرار في البلاد، ومنهم البنك المركزي اللي بصراحه احنا فما يعني فما اختلاف كبير على لبنان، اللي احنا البنك المركزي هي مؤسسه تقعد مؤسسه يعني مؤسسه وطنيه، وهي مؤسسه يعني تدافع على اموال الناس. يعني انا ما نتصورش في يوم من الايام انه المودعين في البنوك مش باش يلقاوا فلوسهم وباش يكون هناك خذلان من البنك المركزي، هذا احنا شيء بعاد عليه. وهذايا من حسن حظنا اللي مازالت عندنا، ولو احنا نحسوا انه بتراجع تراجع الخدمات، ولكن مازال فما مؤسسات في تونس تخدم، مازال تحس اللي فما دوله موجوده على عكس لبنان. انا زرت لبنان العديد من المرات بين سنه 2006 يعني في صائفه الحرب حتى العام 2013 2014، تحس اللي ما فماش دوله، وتحس اللي هناك الفوضى وهناك نزاع مسلح وهناك ناس مسلحين في الشارع. احنا الحمد لله ما وصلناش لهدايا ومناش باش نوصلوا له، ما نتصورش اللي باش نوصلوا له، لكن فيما يخص الموازنات العامه والديون السياديه يلزم يكون فما مشروع اعاده هيكله الديون اللي موجوده، وهذايا امر طبيعي وشرعي ومن حق الشعوب ان تلتجئ لاعاده هيكله الديون، لانه اليوم نلقاو احنا ماناش قادرين لا على خلق الثوره، عفوا الثوره تمت، ولكن على خلق عطيل. على خلق الثروه، ولا على التوزيع العادل، ولا على تسديد الديون الخارجيه. يعني يلزم بالحق الرئاسة الجميع الرئاسات أن تعمل في المنهج هذايا، وبخلاف المنهج هذايا أي كلام توا في أي موضوع خارج النطاق هذايا هو يعني باش يسوق البلاد إلى الفوضى وإلى، وشفنا احنا حتى العنف يكون موجود قد ما يكون هناك الفقر، وقد ما يكون هناك الإحساس بالقهر وبالخذلان، قد ما يكون هناك عنف أكثر، قد ما يكون هناك جريمة أكثر، قد ما يكون هناك جرائم منظمة. الأيام الفارطة البنك المركزي راسل المؤسسات المالية في تونس أنه هناك يعني كتلة مالية كبيرة من العملة اليورو والدولار مدلسة قاعدة تدور في تونس، يعني كتلة رهيبة، يعني مبلغ مالي كبير، وهذا حاجة تقعد يعني تقعد في نطاق الحوار هذايا، لأنه هذايا لأنه هناك خطر كبير، زاد فما خطر، فما تهريب، وفما كيف الاقتصاد الموازي، وفما كذلك التجارة بالعملة والتجارة بالممنوع في الموازي. وهذا وقتاش يكثر في البلدان، يكثر وقت اللي يكون ما فماش توزيع عادل للثروات، وقت اللي الناس تحس بالقهر وتحس بالخذلان، وقت اللي يعرفوا ان هناك دولة وهناك قوانين تحمي في الأقوى، والضعيف تجي تعطيه في 200 دينار ويقف يشد عليها صف الشمس. هذا بالطبيعة احنا اليوم هذا أمر غير مقبول، وما نقبلوش احنا في بلاد صارت فيها ثورة وصار فيها كل يعني كل التغيير هذا. شكرا نادر على السكوب هذا اولا، وثانيا المداخله بتاعك. انا اذا كان ثم اي سؤال من سواء على الفيسبوك ولا ممكن ما تعرفش، نعرف ان انت تتفاعل برشا حتى من بعد الحوار مع اللي باش يتفرج عليه ان شاء الله سواء فيسبوك ولا على السيت بتاعنا. اذا كان ابريوري فو با دومان دونك دوكو يا با كيستيون، اذا كان ثم نقطه انت تحب تضيفها مرحبا. En attendant, le temps de peut-être durer pour faire comme des quelques interférences autres, juste un, je veux dire le débat mensuel économique, متواصل بعد اللقاء الأول عن الجمعة اللي فاتت مع مهدي بن كيرات فيما يخص ميزان الدفعات في تونس والنظام الاقتصادي مبني على التصدير والإشكاليات اللي متعلقة به. اليوم حكينا على التخلف عن تسديد الديون والريسك اللي يمثلوا شيء هدايا وشكل نوتامون بوليتيك اللي أثروا على الاقتصاد. إن شاء الله الأسبوع القادم باش يكون حوار مع ليلى الرياحي فيما يخص إن أناليز دو بروغرام دو ميزان دو بروغرام دو ميزان نيفو اللي صار في التسعينيات
على الشركات الصغرى والمتوسطة، وكيفاش ينجم يأثر الاتفاق الأريكا مع الاتحاد الأوروبي إذا كان يصير معاه ميزانية في المستقبل على نفس الصنف من الشركات. نادر، إذا كان ثم نقطة تحب تختم بها. فما نقطة قاعد نخدم على the cost of sovereign default، اللي هي يعني ورقة بحثية نخدم فيها، إن شاء الله باش نكون مدك بيها محمد، ويعني بعد التصليح والنشر مدك بيها تنجم تنشرها ونحاولوا. تجيوها هذا في الجروب نتاع اللي فيه المساهمين نتاع ليفين موهبة. سلام. مرة أخرى يعطيك الصحة على وقتك، وشكرا اللي تابعوا على المباشر واللي باش يتابعوا في الأون ديفيري. ونعرف في الكونكورونس من لورو 2020 كانت تنجم تمثل كونكورونس يعني محترمة، ولكن جو سوي سور إنه العديد كيف ما في العديد من الفرص، العديد باش يعاودوا يرجعوا الفيديو هذا مرة أخرى. نادر ليلتك زين، شكرا ليلتك زينة، وإن شاء الله في فرصة قادمة أخرى. نعم.